ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. مسألتنا النهاردة اسمها برايزس برايزس مور برايزس. مسألة جميلة جدا ومسألة بسيطة جدا ومسألة حلوة قوي، فأتمنى تركزوا معايا عشان نفهمها كويس. مسألة بكل بساطة بيقول لك انك عندك واحد اسمه فاسيا، تمام؟ فاسيا بيروح يعمل ايه؟ بيروح يشتري مجموعة من الستاجز، تمام؟ الاستاج ديت حاجه كده بتتشري، بيقول لك كل استاج بايه بيشتريها بيبقى جواها كده كود، الكود ده يقدر ياخد منه ايه؟ نقط. زي ما انت كده تروح اي سوبر ماركت تشتري منه اي حاجه، جوه الكيس تلاقي كده كود، عن طريق الكود ده ممكن تجمع نقط، تمام؟ فبيقول لك كل ما يجمع عدد نقط معين يقدر يبدل النقط ديت بهديه، زي عندنا في مصر بالظبط. ساعات يقول لك كده ايه، كيس الشيبسي لو انت جمعت نقط ممكن تبدلها بتيشيرت، ممكن تبدلها بهديه ايا كانت، فهو نفس الموضوع. اذا فاسيا بيشتري مجموعه من الستاج، كل ستاج ليه مجموعه من النقط بيكسبها، لو جمع نقط معينه يقدر يبدلها بهديه. دي يا جماعه ببساطه كل المساله، لكن في كونديشن او في كونسترين صغير كده لازم ناخده بالنا منهم. فعشان كده انا هاخد اكزامبل ده ونشرح عليه الايه المساله ذات نفسها، اللي هي انا اهو ديت المساله. اول حاجه بيديك عدد الاستاج اللي ايه اللي فاسيا بيشتريها 3، وبعد كده كل استاج ليه كام نقطه بيكسبهم، يعني دول ايه 3 ستاج. اول ستاج كسب منه 3 نقط، والتاني 10، والتالت 4. جميل. بيقول لك عاوز يعرف النقط اللي دي، طبعا اخر لاين ده دي الهدايا، عشان يكسب الهديه الاولى لازم يكون ايه مجمع نقطتين، طب التانيه 4 نقط، التالته 10 نقط، الرابعه 15 نقطه، الخامسه 20 نقطه. اذا عشان يقدر ياخد هديه من دول لازم يكون مجمع ايه عدد النقط بتاعتهم، تمام؟ فأول واحد، أول واحد كسب منه كام؟ 3، تمام. بيقول لك بقى الكونسترين المهم اللي لازم تاخد بالك منه، بيقول لك إن لازم أما يكون معاه نقط يتشيك من الآخر للأول، يعني إيه؟ يشتري الهدية الأعلى في الأقل، يعني ما يبدأش من الأول، يبدأ من إيه؟ من الآخر، يعني إيه؟ أنا أول حاجة أول استاج، تمام؟ كسب منه 3 نقط، تمام. هاي الثلاثة يقدر يشتري 20؟ لأ. هل يقدر يشتري 15؟ لا. هل يقدر يشتري 10؟ لا. هل يقدر يشتري 4؟ لا. هل يقدر يشتري 2؟ اذا يقدر يشتري 2، اذا اشترى ايه؟ اشترى واحده من اول واحده، يعني اول هديه اشترى منها كام؟ واحده. جميل. بعد كده تمام، هو كده اشترى ايه ديت بنقطتين، اتفضل معاه كام نقطه؟ نقطه، تمام. تاني ستاج في 10، وكان معاه نقطه، اذا بقى معاه 11، تمام. هل ال 11 يشتري 20؟ لا. هل 11 يشتري 15؟ لا. هل 11 يشتري 10؟ اذا ديت مشوش منها حاجه، اللي هي الثانيه مشوش منها حاجه، اما دي اشتري منها ايه؟ واحده. اشتري منها واحده كمان 11، اتفضل كام؟ اتفضل واحده ثاني، تمام. اخر استاج 4، وكم فضلنا من انا واحده؟ بقوا 5. هل الخمسه يقدر يشتري 20؟ لا، ولا ال 15 ولا ال 10، اذا يقدر يشتري الاربعه. اهو واحد، تمام. وفي الاخر هنا صفر، مشوش من دي حاجه ومشوش من دي حاجه، الا احنا كان معانا 5، تمام. اشترى 4، اتفضل كام؟ اتفضل بوينت واحده معاه في الاخر. اذا اشترى من اول واحده واحده، واشترى من ثاني واحده واحده، واشترى من ثالث واحده واحده، واخر واحده وفي الاخر اتفضل معاه بوينت واحده. لو رحنا هناك اهو زي الاوتبوت بتاعنا بالظبط، هناخد ديت نشرح عليها. واحد يقول لي ما فهمتش منك، انت لخبطتنا في المثال اللي فات، هقول لك اصبر هنفهم ده مع بعض كويس. ركزوا بقى معايا جدا. هنا انا عندي اشترى ايه 4 استاج، تمام. اول استاج ركزوا معايا، اول استاج خد منه 10 بوينت اهو. جميل جميل. هل ال 10 يقدر يشيل 12؟ لا. خلينا نعمل هنا اصفار 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 اصفار. جميل جميل.
الاصفار ديت ان ايه عدد الايمنت اللي اشتراها من كل واحده. تمام، اول حاجه كان مع 10 اهو، احنا قلنا بيشتري الايه الاعلى في البوينتس في الاقل، مش الاقل في الاعلى. تمام، ال 10 هل تشتري ال 12؟ لا، ال 11 لا، ال 10 اه. تمام، 10 اشتريت ال 10، اذا دي بقت بايه؟ بواحد. اتفضل معايا كام نقطه؟ اتفضل معانا زيرو، لان انا اشتريت بال 10 كلهم. تمام، بعد كده ال 4، اذا البوينت اللي معانا 4. 4 ما تشتريش ال 12 ولا ال 11 ولا ال 10 ولا ال 5، تشتري ايه؟ تشتري ال 3. تمام، اذا دي بقت واحد. اتفضل معايا كام نقطه؟ واحده، لان 4 ناقص 3 بواحد. جميل، الاستوديو اللي بعده 39، ركز معايا 9 وايه 39، 39 و1 اذا معايا 40 نقطه. 40 اقدر اشتري كام 12؟ اقدر اشتري 12 بلس 12 بلس 12 بلس 12، كده كام؟ كده المجموع 48، صح ولا غلط؟ المجموع 48، 12 زائد 12 زائد 12 زائد 12 48. اذا اقدر اشتري من ديت كام؟ 4. تمام، لاحظهم؟ لا، هنرجع تاني، احنا معانا 40 بس، معانا ايه؟ معانا 40 بس. اذا هشتري ايه؟ 3، هيكون معايا كام هنا؟ دول مجموعهم 36، صح ولا غلط؟ صح ولا غلط؟ اه. طيب 40 ناقص 36 فضل كام؟ اتفضل 4. حلو، حلو، إذا أقدر أشتري من ديت 3، وهيفضل معايا كام بوينت؟ 4 أهو، اللي هم الأربعة الباقيين من إيه؟ من الأربعين. تمام، هل الأربعة هكمل بقى؟ هل الأربعة أشتري منها 11؟ لأ، والعشرة؟ لأ، والخمسة؟ لأ، لكن أقدر أشتري كام من واحدة من الثلاثة؟ إذا دي هتبقى كام؟ 2، وهيفضل معايا كام بوينت؟ واحدة. آخر واحدة 2، هزودهم على الواحدة اللي عندي، بقت كام؟ بقت 3. التلاتة ما اشتريش ديت ولا اشتري ديت ولا اشتري ديت ولا اشتري ديت، لكن اشتري ايه؟ اشتري ديت. اذا هشتريهم بهم كلهم، فضل صفر، وهنا بقوا تلاتة. اذا الاوتبوت هيبقى ده، وفي الاخر اتفضل معايا 0 بوينت. تعالوا نشوفوا كده، المفروض 3 0 1 0 3، 3 0 1 0 3، وفي الاخر اتفضل 0، مفيش اي مشكلة. اذا الموضوع سهل يا جماعة وبسيط جدا. اخر مره هحيد فيها الايه المساله عاوزه ايه، عشان لو حد تايه برضه. انا عندي فاسيه بيشتري مجموعه من الاستاج، كل استاج بيكسب مجموعه من البوينت، فانا باخد كل بوينت. تمام، اروح اشوف هل هقدر اشتري هديه من دول ولا لا. ببدا من الاخر مش من الاول، بختار الاعلى فالاقل، مش الاقل فالاعلى. تمام، فهنا الثلاثه ما اقدرش اشتري 20، لان دول معايا 3 بوينت ودول عاوز 20 بوينت، فما اقدرش ولا ديت ولا ديت ولا ديت، لكن اقدر اشتري ايه؟ الاثنين. تمام، اشتريت الاثنين كده، اشتريت واحده من ديت. تمام، دي عاوزه 2 بوينت، وانا كان معايا 3 بوينت، اتفضل كام بوينت؟ اتفضل بوينت واحده. بوينت واحده هحطها على ايه؟ على اللي بعديها. تمام، هيفضل 11، هرجع من الاخر، وهكذا يا جماعه. المساله بسيطه، المهم اطبع له كم ايليمنت قدرت اشتريه. تمام، وفي الاخر فاضل معايا كام بوينت. في مشكلة؟ مفيش مشكلة، تعالوا بقى مع بعض نشوف الايه الحل ايه، وركزوا معايا جدا 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 في الحل. الحل بسيط بس محتاج تركيز مش اكتر. تمام جدا، فانا المفروض اول حاجة هعملها ان انا ايه هستقبل عدد الستارز، فانا هروح هقول له انت num stars equal scanner dot next int. جميل جميل، بعد كده هستقبل عدد النقط بتاعت كل ستاج. اول ستاج خد منها ايه؟ 3، تاني ستاج خد 10، تالت ستاج خد 4. تمام، فانا هقول له هنا هعمل لسته. تمام، او خليها array int arr of equal a new int، وادي له ايه؟ النم ستاج. فيها مشكلة؟ مفيش مشكلة، كده عملت array. في الاري بتاعي هعمل for، هقول له int i equal 0، i اقل من ايه؟ اقل من الار، اقل من النم ستاج، عشان هاخد ده اهو اللي هم عدد الستاج على حسب الرقم اللي هو مديهولي.
فهقول له قال لي من النوم ستارت، وهقول له ايه اي بلس بلس، هقول له الاي ار ار اوف الاي ايكوال سكانر دوت نيكست دوت نيكست انت، عشان هي ايه انتجر كده. انا ايه اول حاجه استقبلت النوم ستارت، تاني حاجه استقبلت كل ستارت في كم نقطه في الري. تمام، عاوز استقبل ده، عاوز ايه تستقبل ده، ده دايما هيكون ايه عددهم ثابت، يعني عندك خمس هدايا. تمام، احنا قلنا دول الهدايا. تمام، ففي اي تيست كده هتلاقيهم خمسه، دي ايه عدد ثابت، فانا هستقبلهم برضو. هقول له ايه انت برضو اهو، هقول له انت ايه مش اي ار ار بقى، هقول له مثلا برايزز او برايز. تمام اهو ايكوال نيو انت، بس تبقى ايه اوف ايه اوف خمسه، احنا قلنا عددهم هيبقى ايه ثابت دايما. تمام، هستقبلهم، هعمل نفس الفور لوب ديت، هاخدها كوبي اهي بس هنعدل عليها، اللي هي اي ايكوال 0، اي اقل من الخمسه لانهم لانهم على طول خمسه، اذا من 0 ل 4، وانت عارف ان الاري 0 بيست ديت مش محتاجه شرح. هقول له البرايز بتاعتي ايكوال سكانر دوت نيكست انت، كده اللي انا عملته استقبلت عدد الستارت، خدت كل ستارت بيديني كام بوينت فخزنتهم في الري، واستقبلت الايه الهدايا بتاعتي اللي هي ديت. اذا دي فاريبل، دي اري، دي اري لايك كده، مفيش اي ايه مفيش اي مشكله. فانا دلوقتي بعد ما استقبلت تمام الداتا بتاعتي هعمل ايه؟ ركزوا معايا عشان تمشوا مع الكود واحده واحده. اول حاجه انا المفروض اخد اول سكور تمام، وبعد ما اخده اروح اتشيك من الاخر للاول زي ما اتفقنا. يعني اول سكور اتشيك من الاخر، هل الثلاثه تنفع تشتري هديه رقم 20 اللي هي عاوزه 20 بوينت؟ لا، لان هم دول 3 بوينت بس. واقعد تشيك من الاول من الاخر للاول لغايه ما اوصل، وفي كل مره بتشيك عليها والله لو اقدر اشتري فبزود ايه مكان الايه مكان الايه الهديه بزودها واحد، اذا اشتريت منها واحد. فدي ازاي هنعملها؟ ركزوا معايا. اول حاجه هعمل متغير هسميه ايه؟ هسميه مثلا سكور اهو انت سكور ايكوال 0. تمام، هعمل فور تمام انت اي ايكوال 0 واي اقل من ايه من الان واي بلس بلس. عملت ان ليه؟ اللي هي نام ستار اهي. تمام تمام وبعدين بعدين عملت اقل من نوم ستارت، لان انا عاوز الف الف على ايه الف على ال على البوينتس بتاعتي اللي هي ديت. فانا ايه قلت له اقل من نوم ستارت، اول حاجه السكور بلس ايكوال الايه الاري بتاعتي اللي فيها السكورز بتاعتي الايه هي الايه الاي ار ار الاي ار ار اوف الاي. كده انا ضفت على السكور اول حاجه ضفت عليها اول بوينتس انا خدتهم، صح ولا غلط؟ صح. المفروض اعمل ايه؟ هبدا اتشيك على الهدايا بتاعتي من الاخر للاول، فهعمل فور كمان اهي فور، هقول له انت اكس ايكوال ايه بقى؟ ركز معايا ايكوال ايكوال 4. ليه بقى؟ دول المفروض احنا قلنا ان الاري 0 بيست، ديت 0 دي 1 دي 2 دي 3 دي ايه دي 4. تمام، انا قلت تشيك من الاخر للاول مش من الاول للاخر، اذا هيبدا من الاربعه اهو اكس ايكوال 4، اكس اقل من ايه او تساوي الزيرو، واكس بلس بلس. كده هو هيتشيك من الاخر للاول. تمام كده هنحلف ايه من الاخر للاول. بعد كده هننزل بقى نعمل ايه؟ نعمل البروسيسنج بتاعتنا. تمام، تاني اهو انا عملت اري تمام، ببدا من الزيرو لغايه النوم ستارت اللي هي ايه عدد البوينتس بتاعتي اللي هي اهي. تمام، لو هم ثلاثه هيمشي ثلاث مرات، لو هم اربعه هيمشي اربعه، لو هم خمسه هيمشي خمسه، مفيش مشكله. هياخد السكور، هياخد سكور سكور، هياخد بوينتس بوينتس اللي كسبتها من ايه من الستارت. فالسكور انيشال فاليو بزيرو تمام، هياخد اول اليمنت اللي هو ايه اللي هو الثلاثه. بعد ما خدت الثلاثه هعمل فور الف على الهدايا بتاعتي من الاخر للاول، بدانا من الاربعه لان دي 4 ودي 3 ودي 2 لان الاري 0 بيت زي ما قلنا، ونبدا بقى نعمل البروسيسنج بتاعتنا. تمام جدا. فانا قبل ما ابدا
انا خدت اكزامبل اهو اللي في الكود فورسز بتاعنا، تمام، هنشتغل عليه هنا برضو عشان نبقى ماشيين مع كودينج خطوه خطوه. انا اول حاجه السكور كان بكام؟ بزيرو، اللي هو ايه؟ اللي هو اللاين ده، تمام. همشي على السكورز بتاعتي اللي هي البوينتس بتاعتي، خدت منهم اول قيمه ضفتها على السكور بقت بكام؟ بثلاثه. جميل جميل، ركزوا معايا. بقيت بقى عن ايه؟ عن المساله. انا لو معايا 100 جنيه تمام، والحاجه طالب ان انا اشتري منها 30 جنيه، يعني الحاجه اللي هشتريها ب 30 جنيه وانا معايا 100 جنيه، اقدر اشتري كم واحده؟ اقدر اشتري ثلاثه. عرفت ازاي؟ انا لو قسمت ال 100 على 30 هيطلع لي كام؟ هيطلع لي 100 على 30 فيها الثلاثه، وهتفضل كام؟ هتفضل 10، صح؟ لان الثلاثه دول هيبقوا ب 90 جنيه، لان الواحده ب 30، وهتفضل 10، تمام. اذا اقدر اشتري ثلاثه اهو، وهيفضل من 100 كام؟ هيفضل 10. ال 10 جت، ال 10 جت منين ديت؟ ال 100 ناقص اللي هم الثلاثه في ال 30، يعني 100 ناقص 90 ايكوال 10، صح ولا غلط؟ تاني بسيطة جدا عشان مش عاوز حد يتلخبط، دي ال 100 ودي ال 30، تمام؟ اقدر اشتري كام واحدة؟ بقسم ال 100 على 30. إذا أقدر أشتري منهم قد إيه؟ أشتري منهم ثلاثة، وهيتبقى كام؟ هيتبقى 10، تمام؟ ما هي الثلاثة ديت اللي هم 30 و30 60 و30 إيه؟ 90، 90 هتفضل كام؟ 10. ال 10 دي كانت منين؟ اللي هي ال 100 ناقص اللي هم الثلاث حاجات اللي أنا اشتريتهم، اشتريت منهم ثلاثة والواحدة 30، إذا 3 في 30 ب 90 ناقص ال 100 تفضل إيه؟ 10. حلو، ركز معايا بقى. أول حاجة هعمل إيه؟ هعمل end result، تمام، ايكوال. هعمل ايه بقى؟ اول حاجه انا عندي السكور بكام؟ ركزوا معايا، السكور بتاعي بثلاثه، صح؟ صح. عاوز اشتري، احنا هنمشي من الاخر زي ما قلنا على البرايسز، عاوز اشتري من ديت هشتري منها كام واحده؟ اذا هقسم الثلاثه على 20، تمام، ثلاثه على 20 اللي هي الثلاثه كام؟ الثلاثه هنا اللي هي السكور على ال 20 اللي هي البرايز اوف اوف ايه؟ اوف الزيرو اللي هي الايه؟ قصدي اوف الاربعه. الاربعه اهي، بس الاربعه مكانها ايه؟ مكانها الاكس، تمام. كده انا قسمت السكور على ال 20، تمام. بما ان قسمت السكور على ال 20 يعني 3 على 20 هيطلع كام؟ هيطلع زيرو، لان ما ينفعش هي التكلفه 20 وانا معايا 3 بس، اذا مش هقدر اشتري ولا واحده، وهتفضل كام؟ هيتفضل الثلاثه زي ما هم، صح؟ اذا الثلاثه ديت فضلوا ايه؟ زي ما هم. يعني الثلاثه ديت اللي هم الفاضلين جايين منين؟ جايين من الثلاثه ناقص عددهم كام؟ عددهم زيرو. انا اشتريت كام؟ اشتريت زيرو. زيرو في كام؟ زيرو في 20 اللي هي 3 ناقص 20، قصدي 3، قصدي ايه؟ 3 ناقص 0، ما هي 0 في 20 ب 0، اذا ايكوال 3، تمام، مفيش مشكله. اللي عملته هنا في الاكزامبل بتاع 100 جنيه و30 جنيه هو نفس اللي بعمله هنا، تمام، مفيش مشكله. فهنا ال 3 على 20، ال 3 ديت اللي هم السكور على 20 ب 0 وال 3 هتبقى زي ما هي، ال 3 على 15 ب 0 برضه وال 3 زي ما هي، ال 3 على 10 ب 0 وبرضه ال 3 زي ما هي، ال 3 على 4 ب 0 والثلاثة زي ما هي، لأن أنا ما أقدرش أشتري ولا واحدة من دول لأنهم أكبر من اللي معايا. طب الاثنين، الثلاثة على الاثنين فيها الواحد، أقدر أشتري واحدة من ديت وهتفضل معايا كام؟ هتفضل معايا بوينت واحدة، تمام. فأنا هنا بعد ما عملت الريزلت السكور بتاعي على البرايز أوف إكس، فأنا مشيت ده كله، ده كله بصفار، حلو. طب وديت؟ لا بواحد، تمام. هعمل لستة جديدة، تمام، أهو لستة أو أري، تمام، اهي زي ديت بالظبط، اسمها ماي برايسز، تمام. طبعا خمسة دي خاصة بايه؟ دي خاصة بديت اللي هطبع فيها كل عنصر من ده اشتريت منه كام واحدة، تمام. اذا دي الاريه الخاصة بديت اللي هطبعها في الاخر، جميل. فانا هقول له بعد ما عملت الريزلت خلي لي بقى، خلي لي ايه؟ خلي لي الماي برايس اوف اوف ايه بقى؟ اوف الاكس اللي هي الاكس بتاعتي اللي انا بشتري منها اللي هي ديت، ما دي مكانها، مكانها اللي احط فيها الايه؟ انا عملت اريه جديده اللي هي 0 و0 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 و0، صح ولا غلط؟ صح، تمام.
انا هحط مكانها، انا ما مشيش من ديت ولا من ديت ولا من ديت ولا من ديت، هحط مكان ديت اللي هي ايه ديت زيرو بيز، احط مكانها الريزلت بتاعتي. جميل. فهنا ايه قلت له ماي برايس اوف اكس تمام ايكوال الريزلت بتاعتي. تمام. السكور بقى، السكور هنا المفروض كان 3 وانا هنا اشتريت واحده، الواحده كان بكام؟ ب2 صح. واتفضل معايا كام؟ اتفضل معايا 1 اهو، انا اشتريت واحده ب2 من 3 اتفضل ايه، اتفضل بوينت واحده. تمام. هقول له بقى ايه السكور، السكور بتاعي نقص لي منه، نقص لي منه ايه بقى الريزلت، الريزلت بتاعتي اللي هم العدد اللي انا اشتريته في تكلفته. تكلفته كام؟ تكلفته اللي هي البرايزز اوف الاكس. هي دي يا جماعه العمليات اللي عملتها. اما قلت هنا 3 على 20 تمام 0 ويبقى 3، فرجعت من السكور طرحته. هي دي العمليه اللي انا ايه اللي انا بعملها بس، ولا اكتر ولا اقل. خلاص كده، كده احنا قررنا ايه هيقعد بقى ايه كل سكور هاخده هينفذ نفس العمليات، وهيوصل في الاخر للايه للقريب بتاعتي، وكل حاجه هتبقى ايه هتبقى تمام. فانا سامع واحد بيقول لي مش فاهم، هقول لك مش فاهم ايه. سيبك من الكود خالص وسيبك من ده كله، كل اللي بعمله يا جماعه بالبلدي خالص ان انا باخد سكور الاول. تمام. باخد السكور الاول، بمشي من الاخر بشوف اقدر اشتري كام واحده. والله لو اقدر اشتري كام واحده ازاي بقسم ايه ال 3 على 20. ال 3 على 20 فيها 0 وال 3 زي ما هي لان مش هقدر اشتري، وبحطه مكانه وهكذا. بعمل على نفس ايه كل سكور على ده بعمله على نفسه بس، مش اكتر ولا اقل. هو ده الكود بتاعي، انا حاولت اشرحه قدر الامكان، مش هقدر اشرحه تاني عشان وقت الفيديو ما يكونش طويل، لكن حاول تمشي على السيكونس ديت هتلاقي نفسك بتفهمها لوحدك. تمام. في الاخر بقى، في الاخر المفروض اطبع الليسته اللي هي ايه بتاعت ديت اللي هي الايه الماي برايس. فنحل له ايه فور انت اي ايكوال 0 اي اقل من، اقل من ايه بقى؟ من البرايس او من 5 على طول، هي على طول قلنا هتبقى ب5 والاي بلس بلس. تمام. هقول له ايه سيستم دوت اوت دوت برنت، شيل اللين ديت، شيل خليها بس برنت عشان ما ينزلش لاين جديد. هقول له ماي برايس اوف الاي بلس اهو، هعمل مسافه ما بينهم. بعديها هعمل سيستم دوت برنت لين عشان ينزل سطر جديد، وفي الاخر هطبع السكور. السكور ده هو ده الباقي النهائي. مش احنا قلنا المفروض هطبع اشتريت من كل واحد، من كل برايس كام واحده، وفي الاخر باقي السكور. فانا هطبع السكور في الاخر بعد ما اعمل برنت لين عشان ينزل ايه، ينزل لاين جديد تحتيه ويطبعه. تعالى ناخد ديت اهي كوبي. تمام. نعمل رن اهو ونشوف هل هيطلع لنا زي ما احنا عاوزين ولا في ايرور. قال لي 0 0 0 0 0 و17. اذا عندنا مشكله. تعالى نشوفهم المشكله بسبب ايه. فاحنا عندنا خطأين مهمين جدا، ركزوا معايا. احنا قلنا بنمشي على برايسز من الاول، من الاخر للاول. في اول حاجه عملنا الفور اكس ايكوال 4، واكس المفروض اكس اكبر من او تساوي 0، واكس ماينس ماينس. فدي اول غلطه. تمام. لان انا ببدا من الاخر اكس ايكوال 4، فالمفروض الاكس اللي هي ال 4 بتكون اكبر من او تساوي 0، واكس ماينس ماينس عشان انقص. فانا بعكس الايه الفور بتاعتي، الفور بتاعتي كنت ببدا من 0 واي اقل واي بلس بلس. لا انا بعكس بقى عشان بجيب من ايه من الاخر. فدي اول حاجه. ثاني حاجه، بعد ما عملت الريزلت المفروض في الماي برايس بزود عليه، هقول له بلس ايكوال ريزلت. يعني ايه؟ انا هنا اهو لما معايا الثلاثه، الثلاثه ال 20 لا، ال 15 لا، ال 10 لا، ال 4 لا، الاثنين الثلاثه 2 فيها الواحد، فانا بزود الناتج اللي هو الواحد بزوده على الزيرو، مش بسويه بيه لا، بزوده على الزيرو، بحيث لو اشتريت من ده ثاني ازود على اللي موجود، مش اديله قيمه جديده. تمام. تمام. نعمل ران ثانيه اهو وناخد دي كوبي تاني اهي اهو زي ما انا عاوز طلع اهو، ما فيش اي مشكله. ناخد الكود كوبي، هنروح هناك نعمل سبميت، كنترول في سبميت. تمام. رننج اهو، طبعا طلع لنا رونج انسر. تعال نشوفهم الرونج انسر بسبب ايه. فلو جينا نشوف الايرور بتاعنا، تمام،
هنلاقي هنا اخر اخر سبميت هنلاقي ان هو مطلع لنا ايرور. المفروض ده مطلع لنا بالسالب سالب 7. طب ليه؟ لو حد مركز معايا لو رحنا على المساله هنلاقي ان الايه الليميت بتاعتنا ما بين الواحد والعشرة اس 9 تمام، مستخدمين انتم مفيش اي مشكله. لكن لما تيجي تخزن في الاري بتاعتك اللي هي الماي برايز اللي بتعرضها هيعدي الاند، فانت لازم تستخدم لونج. خلينا نستخدم لونج اهي، مفيش مشكله اهو، ونيجي نعمل سبميت تاني اهو، نعمل سبميت اهو تمام. هعمل سبميت ان كيو اهي رننج، عمل اكسبت وكل حاجه تمام مفيش اي مشكله. فاذا يا جماعه خدوا بالكم من ايه، من السايز بتاع الايه، من بتاع الفاريبل بتاعتك، عشان دي بتطلع ايه رونج انسر. اتمنى يا جماعه يكون الفيديو واضح، لو في حاجه مش واضحه او حاجه مش مفهومه تواصل معايا، هسيب لك لينك الفيسبوك تحت في الديسكربشن، وهسيب لك الكود في الجيت هاب، واسيب لك لينك الجيت هاب تحت في الديسكربشن. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.